هلا بك يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بالخير والنور المبين، ضيك البراق في خط الزمان. شهر رمضان شهر التغيير، فإذا جاء رمضان تغيرت أحوالنا، تغيرت برامجنا، تغير طعامنا حتى موائدنا. ألم يأني الأوان أن تتغير سلوكياتنا وعاداتنا؟ ألم يأني الأوان أن تنصلح علاقتنا بربنا عز وجل؟ ألم يأني الأوان أن تقوى علاقتنا بأسرنا؟ لنجعل هذا الشهر الكريم تغيير لحياتنا إلى الأفضل. يا هلا بك يا هلا بك يا هلا بك يا رمضان.